صباح الخير البنات، نتمنى كل شيء يكون على خير وبخير وبصحة جيدة إن شاء الله. المهم كنقول لكم صباح الخير، كتشوفوا السماء مضبة، الجو قبيح. المهم معليش، محتاجة نخرج، والله ما في ما نخرج. مي قلت يلا، سمعت بأن كاين سولد في سي اند ا، وأسي بغي محتاجة نشري شي كتاب لولدي يطلبوه له في المدرسة. المهم أنا ندخل الفناك، هانتوما معايا. فوالا الفنا كما كتعرفوا راه فيه الكتوبه، جميع انواع الكتوبه والقصص واللعب للدراري، التليفونات، لي زورديناتور، كل شيء موجود تماك، وحتى الكتوبه باثمنه بسيطه. الكتوبه ديال البريكولاج، الكتوبه مثلا للتمارين، كنت كنبغي نخدم مع ولدي تمارين المات وفرونسي ولا قبل ما يوجد الامتحانات، الوغ كيكون تصحيح في التالي، يعني كان كيساعدني لما عرفت شي حاجه ولا ما فهمتهاش، يعني كنكون متاكده من لا ريبونس. فوالا انا جيت ناخذ له هذا النهار غير كتاب، واحد القصه الساده الفرونسي، كتعطيهم مره في الشهر واحد القصه يشريوها. فوالا انا محتاجه ليتي دو سيلفيو، انا لقيتها. فوالا كتعطيهم قصه يقراوها في شهر واحد، وابخي كتختبرهم فيها، كدير لهم فيها كونترول، وكتعرف شكون اللي قرا وشكون اللي ما قراش تتفصو، ونقطة محسوبة. المهم هانتوما معايا، خليكم ديروا جولة بسيطة. وهنا مشيت للسي اند ا باسكو سمعت كاين دي بروموسيون، وبصح كاينين بزاف نتاع التخفيضات، وقلت نشارك معكم الجوله. فوالا اللي جاها البرد وما خرجاتش كاع، تعرف راه الا شافت الفيديو تعرف راه كاين تخفيضات جد مهمه في السيا. كما كتشوفوا هنا هاد لي فيست هادو زوينين، داير لهم ب6 اورو وربعيين، خفيفين، وكاين بزاف انا خديت منهم تتفصوا، غنوريكم في التالي المشتريات ديالي اللي خديت. فوالا هاد لا روبوتي خديتها، ما محتاجين دابا، قولي لي ما محتاجينش، نشوفوا شنو شريتي. المهم كما كتشوفوا، وهنا اثمنه هادو ماشي مسولد، مي الثمن ديالو 72، وكاين حويجات اللي رخاص. مثلا هذا شوفوا جوج اونصومبلات بالشورت، يعني دو بياس الثمن ديالهم. شوفوا انا خاصني دور التيكيت دابور، الثمن جو كخوا 12.5. هانتوما كما كتشوفوا الاثمنه جد معقوله، والكاليتي زوينه الصراحه د الله. يعني انا الحوايج كنت نشري لولدي من هنا، وانا راسي ساعه ساعه كنشري. فوالا كاين هاد لي بالغين، الشورطات. المهم نسيت ندير جوله خفيفه باش ما نطولش عليكم. شوفوا هاد الكسيوات شحال حلوين، جوج كسيوات ب9 اورو، فنين للصيف البنات، غزيولين. انا كيسطيوني الحويجات البنات، واخا ما عنديش بنيته كيسطيوني، عندهم بزاف نتاع الاختيارات وغزيولين. شوفوا هذا التيشيرت هذا ب7، المهم البنات انا كنبغي نشارككم معايا جولات هكا. المهم الا ما كيعجبكمش كيبحال هاد الفيديوهات قولوها لي في التعليق لتحت، ولا كيعجبكم قولوها لي، وبغيتو شي حاجه اخرى نشاركها معكم قولوها لي في التعليقات. والله الا كتفرحني التعليقات ديالكم، وما كاينش شي تعليق اللي ما كنجاوبش عليه وبكل فرح، وحتى لا كاين شي تعليق اللي يعني سلبي غير ما يكونش يعني ماشي في محله، مرحبا به والف مرحبا. وفوالا البنات شوفوا هاد السبرديلات هادو زوينين، ديري لي بالغين تاع البنات تماك، وسبرديلات ب30 اورو، قل سانت ما كنعتبرش انا ديك سانت، ديما كنكملو. هادو نتاع الرياضه،
شوفوا هاد الصبيبط، هاد البالغينة زوينة زوينة، 20 أورو، قل 5 سنت، ما نعرف لا كاليتي صراحة. لا انا الصبابط تماك عمرني ما شريتهم البنات من الصياندة، يعني الحوايج كنشري الصبابط، البالغينات لولدي ولا شي سبرديلة اهمي، انا راسي عمرني ما شريت. لي بوط ديري لهم كاملين ب19 أورو، فوالا الطوال والقصار والكبار. السبرديلات البنات فوالا 30 أورو، قل 5 سنت، كاين الشكل واللوان. انا عجبتني هاد البلو ماغين، في هاد الغوز هذا غزيولة. وهانتوما كما تشوفوا التخفيضات في كل شيء، في كل شيء الصراحة الله غير سيرو، يعني لا محتاجين. انا راني كنت باغا شي فيستات نتاع الربيع هكا، والصراحة الله لقيت هادوك. انا غنشارك معكم شنو شريت. فوالا شوف هاد الكسيوات زوينين، مي هادو بالنسبة لي معمرات، يعني ديري لهم كاملين ب50 أورو، قل 10 سنت. فوالا كاين 3 اشكال، تشوفوا التخفيضات، شتو التيكيت حمر. والله يقول لي هاد بلجيكا هادي تتفاصل المحلات كاملين، ولا السولد على طول العام، يعني ديما التخفيضات صراحة الله. شوفوا هاد لي بوني هادو بانوغو غزيولين. هاد القطيطة هذا بدو اورو بالحق. وهنايا كنصور لكم فيترينا، شوفوا هادو لا كوليكسيون جديده. شوف مثلا هاد الكسوه هادي ب25، صراحه الله ما غاليش، من حتى من غير التخفيضات الصياندة ما عندهاش الغلا بزاف. هانتوما ودابا هادو هما المشتريات اللي شريت، هادوك الجويكطات اللي وريتكم، هادي اخر وحده لقيتها، يعني ما بلوسي الما مخدره فيها القبيب ب6 أورو خديتها، ما عارف واش كتبان لكم. فوالا خفيفه، جاني هاد الكولور هذا، راه يجي مع كل شيء. وصراحه الله انا ما عنديش هكا جوكتات خفيفين وسبور، يعني خديت جوج لوينات، خديت هادي وخديت هاد اللوين هذا، راه ما غوز ما اورانج، يعني راه ماشي التشيني، ما يبالكمش التشيني، حتى هو ب6 أورو مغزيولين. وهاد الجويكيطه هادي، هادي خديتها ب10 أورو، لقيتها محطوطه، والله ما عرفت شكون اللي جابها وحطها، مقلبت المكازا كامله ما لقيتهاش، ما لقيتش لي طايم. المهم معليش جاتني حدو قدو، خاصني ندير ريجيم، يعني كتشد عادي وجاتني عادي، كنقدر نحرك يدي. المهم تو جوست، ما خاصنيش نغلاض. فوالا نتوما كتشوفوا نتاع البرد، وفي هذيك القبيب الا طاحت الشتا، وزوينه زوينه سخونه كاع. انا جاني البرد راني لبستها ديريكت، وما دي ب10 أورو. وصوفيطمات البنات نتاع الرجال، هادو راجلي خداهم ب2.5، يعني ماشي مسولدين بالحق، يعني زوينين. شوف انا راه خدا اللون كاملين، بقى يهز، قال لي زوينين، حيت فايت جربهم صراحة الله مزيانين. وهاد الكسيوة انا خديتها ب5 أورو، 5 أورو البنات، مي فنة، جاية واسعة من التحت، هابطة وكتوسع، وفيها اليديدة، هاد الفريفيرة راه جاية دايرة، يعني من الظهر نتاع اليدين حتى القدام، حتى لبسها شي نهار ونوريها لكم. 5 أورو والو. جيب لكم كسوة صراحة الله، وسخيخنا يعني تقدر تلبس من دابا ديجا.
وهذا الكبيبة الكول فيه هاد الفتيحات، يعني تقدري ديريه في وسط السروال وتقدري تخليه مطلوق، حتى هو ب5 أورو البنات. وخديت لولدي هاد جوج كبيبطات، هاد الكبيبطات البنات يعني كاين الكبوط وكاين البوني ديالو، يعني هما بجوج ب5 أورو دايرين لهم. شوفوا خديت هذا نتاع سمايلي وخديت الاخر نتاع ستار وارز، فوالا هو والبوني اوسي ديالو ب5 أورو زويونين. والمهم هادو هما المشتريات ديالي. دابا غادي نمشي نوجد الغداء ديالي، غتجي عندي بنت عمي. الوغ فوالا غادي نوريكم غير بسرعه شنو غادي نوجد. فوالا كما كتشوفوا بالحق الطريقه والوصفه ان شاء الله غنحطها لكم في فيديو بوحدو باسكو طويل. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله راني دايره طبيصل، واش من طبيصل يعني خفيف ظريف، مي في نفس الوقت راه فيه بزاف د الحوايج وكيشبع وصحي. فوالا ويحمر الوجه كيما كتشوفوا. الطريقه جد سهله، غادي نقاد المونتاج ديال الفيديو في الليل ان شاء الله ونحطو لكم غدا ان شاء الله. هانتوما الطابله بسيطه يعني قديتها شويه. والمهم البنات كما كنقول لكم في التالي، ما تنساوش البارطاج وما تنساوش الاشتراك في القناه لما مازال ما اشتركينش، والضغط على الجرس وعلى اللايك سيرتو اللايك عافاكم. و حاجه اخرى كتبوا لي في التعليقات لتحت واش كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات ولا كاين شي تعليق عندكم.